باتت أروقة المحاكم بالجزائر مسرحا يعج بقضايا فك الرابطة الزوجية، حيث أصبح الطلاق ظاهرة اجتماعية استفحلت وانتشرت وبسرعة وسط المجتمعات العربية وبالخصوص في المجتمع الجزائري. الراصد للمجتمع يلاحظ تزايد ظاهرة فك الرابطة الزوجية بجميع الطرق، والأسباب كثيرة، على رأسها عدم إدراك قيمة الميثاق الغليظ. أكثر من 70,000 حالة طلاق في الجزائر خلال سنة 2019، أي بمعدل حالة طلاق كل 8 دقائق، هذا في الوقت الذي أعاب فيه رجال القانون إجراءات الصلح. في بعض المحاكم الكبيرة يعني يتم جدولة حوالي 70 قضية في جلسة واحدة، جلسة صلح في جلسة واحدة، يعني نشوف أنه القاضي من المستحيل ويعني ما يقدرش باش يقدر يصالح بين 70 زوج في يوم واحد، وهذا اللي يخلي يعني جلسة الصلح لا تتعدى 5 دقائق. الصلح في قضايا الطلاق بين الشريعة والقانون الجزائري كان موضوع لقاء محامي ولاية البويرة المنضوين تحت لواء الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين. يوم دراسي جد مهم بالنسبة لنا نحن كدفاع، لأنه الهدف منه هو التوعية، وعلى هذا الأساس اليوم حبينا ندو التوعية ونشوف ما هي الحلول. تنامي حالات الطلاق خاصة بعد تعديل قانون الأسرة لسنة 2005 لها عواقب وخيمة تتطلب الإسراع في إيجاد حلول فعالة للحد من انتشارها.